يتجرع المر كاس المريا لا يا رجل لا، هذه سالفة من عندي للي ظل خايف مني ومحتاج لحمايتي. تلقاه جرح صاحبه جرح وداخ، والمسيكين يحسب انه مات. الله عليك يا ابن عمي. وين عشاك يا معيوف؟ يلا يا معيوف. مسعود تمر يا عمي. هي هالليل طرف، لو انه بعير اشتوى. كل شيء تمام التمام يا عمي، ما ظل غير تغسلون ايديكم وندير العشاء. حوير صب مي على يد الجماعة، خزام ودهام. عونك يبا، ديروا العشاء. حاضر يبا. يا رب. يلا الحمد لله. سهل الله الحمد. لا تواخذنا يا مرهون، ترى اليوم ما قدرنا نقوم لك بالواجب، لكن باكر بإذن الله ما نقصر. كلها نعمة كريم، سلامة ابن عمي مطلوب، قام بالواجب أكثر. إيه انسى يا مرهون انسى. يشهد علي ربي أني خايف عليك أكثر ما أنا خايف على روحي. ثم يا ولد عمي، أنت برحيلك عن المعامرة خربطت علي كل شيء. أنت بجيتك اللي فاتت فهمتك على شيء، قمت سويت شيء ثاني. كل شيء تصلح وأنا مرهون. صحيح أنا ما نفذت الوصاة، لكن عندي بدايل لكل شيء وبدايل تعجبك. ها سولف يا رجل، سولف وطمن بالي. والحين بعد ما راحوا الجماعة والدعرف، من هو اللي نخاهم بخصوص جيزة وضاح؟ أنت ولا ابنك؟ صحيح يبا، أنا اللي كلمت أبو هزاع وأبو حمدان. مسعى خير يا طويل العمر. وأنا ما قلت شيء، أنا وافقت على جيزة وضاح. تسلم يا يبا. هذا رجع منك يا طويل العمر، لكن بشرط
شو الشرط طال عمرك؟ ينسى بنت نجود واخذ له بنت شيخ من الشيوخ العربانة اللي حوالينا، تكون مخولة معممة أصيلة وبنتصل. لكن وضح وضح ويان مزنة، أنا أعرف كل شيء، أنا ماني غافل يا نعيمة. حاشاك يا طويل العمر، أنا كل قصدي أعرف قصدك، وضح وحيدك ومزنة بنت مزيونة. أنت نسيتي راعي المثل إيش قال؟ أسمع منك يا طويل العمر، الأولين الله يرحمهم ما خلوا شيء ما قالوه. راعي المثل قال دور لبنتك على الملفة ولابنك على بنت الأصل. ها وش قلت يا وضاح؟ لا تخرس، اللي يريد الجيزة ما يدندن راسه ويسكت مثل البنات. أنا بطلت بالجيزة يوبا. هاي اللي تريدها يا حامد؟ لا اسمع يا نعيمة، اللي يزعل مرجوعه يرضى. ابن شوضاح ما يعرف مصلحته ولا مصلحة أبوه، لكن أنت طمعتيه سوالفك المكسرة هذه. وضاح باكر يقعد مكان أبوه ومكانة حليلته، شيخة بنت الشيوخ تعينه على ميلات الزمن. ما يقدر يشيخ بين ربعه وجماعته. الناس كلها خير وبركة وكلها سليلة حوا وادة، وأنا ما رميت بخميلة أحد شيء. إيه لكن ما أزوج ابني إلا على رأيي، اللي يرضى يرضى واللي يزعل يضرب راسه بعمود البيت. لكن يوبا. كفي الهرج، انتهينا، هاتي لي غطا تنام. هيلا، ما وراه الا الغثا. معيوف الحين بسابع نومه، الخطة اللي براسك شنهي؟ الخطة اني ارحل مع معيوف ونلتجي للشواحر، ومعرفتك نساوي لنا كم دبارة بيهم، وساعتها ما يتهمون غير المعامرة وخلها تعلق بين الطرفين، والجهة اللي تضعف حنا نداويها. أبوك الله يرحمه. لكن يا مرهون، انت معروف من المعامرة وخاف انك تنكشف. لا تخاف علي، هروح لعند الشواهر باسم فتيخان. من حين وعيت للدنيا والشواهر مبغوضين من المعامرة، والمعامرة كذلك، وما حدا اوصل دبرة حدا. ها ايش رايك؟ موافق، بس بدل ما تاخذ معك معيوف تاخذ معك ذويب. لكن على وصفك ذويب قلبه ضعيف وما ينشد به الظهر. هذا هو اللي يفيدنا. حين ياتي هالحين اعرفك عليه على اساس انك هذا اللي مثل ما قلت لي عليه افتيخان، وباقي ما تبقى تتركه علي. انا المشتاق روحي تلوح، انا المشتاق والله روحي تلوح، والغا وحرت بيش انا صبر الروح والغا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يمه خايفة على الولد لا يصير له شيء. لا تخافين يمه، لا تخافين، انت نامي وارتاحي وانا قايمة اقعد معه. لا تطولون بالقعدة وخليه يقوم ينام وصباح رضاح. زين يمه زين، نامي انت وارتاحي. والها يا والها يا والها يا يهون على القلب كثر العذاب. والله انا المشتاق روحي تلوح، انا المشتاق والله روحي تلوح، والها وحرت بيها
شر الصبر الروح والغا. ذويب عجل يا ذويب. علامك علامك يا ابن خان. اي اي يا اخوي يا اخوي يا ابن خان تملخت رجولي من ركبة الحمار عوده. أجل. ها وش بي يا ابن خان يا اخوي علامك؟ اخ هذا اللي كنت خايف منه. اي وش هو يا اخوي يا ابن خان؟ هالاسم هالاسم يا غشيم. اي هذه معك حق بيها. اي لا تاخذني يا اخوي انا هيام يصير معي نسوه انسى عشايا البارحه كلها. لا الاسم يا ذويب الاسم ترى روح بيها كلنا ومطلوب ومعيوف بعد. اي 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 لك علي من الحين ورايح ما اصيح لك غير فتيخان. انا وش اللي جاب فنيخان على بالي هذا اللي مات من سنين؟ وفتيخان من اي الاعمام؟ ها من ال شو اسمهم شو اسمهم يا ذويب من ال اي 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 عرفت السواحره السواحره السواجره السواجره يا غشيم. يا ابن الحلال كلها مثل بعضها سواحره ولا سواجره من اللي عرف فطيم بسوق الغنم؟ لين عرفت فطيم راسك يطير قبل راسي. سواجره يا ذويب. اي اي سواجره سواجره يا اخوي اللي تشوفه لك علي ظل اقول سواجره سواجره من الحين البعد باكر. زين انت ذويب ابن عليان الساجر وانا فتيخان ابن خلفان الساجر. اي على رايك يا اخوي هذا حنا صرنا ولاد عم. تمام تنساها هذه؟ ايه يا رجل شلون انساها؟ ارفع شوفك يا رجل بي احد ينسى اولاد عمه خلفان الساجر وعليان الساجر. الحين تطمنت عليك. اي سوق وراي سوق. يلا يلا سواجره 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 خلفان الساجر وعليان الساجر سواجره سواجره خلفان الساجر وعليان الساجر. ولو انك طايع عمك ما هو احسن يا مطلوب؟ انا مطلوب بعد اللي جرى وصار ودك يانا عايش دليل غيري؟ لا لا والف لا انا ما عايش غير مسيد ومسموع الكلام وباكر تشوفه بعينك من هو سيد المعامره. لا تزعل يا مطلوب لا تزعل يا مطلوب انا كان ودي اعرف كل شيء عنك مثل ما انت تعرف كل شيء عني. وهذا انت عرفت كل شيء لكن اياك ثم اياك تسالني مره ثانيه فهمت؟ قاعد يا مطلوب قاعد علامك يا مسرور تقول ان عندك سالفة؟ الحقيقة يا طويل العمر ما هي خلية لكن انا قلت ما لها غيرك. الحاجات مثل ما قال راعي المثل ما تنطلب الا من اهلها. ابشر يا مسعود وبعون الله ما تقوم من مقامك الا يكون خاطرك طيب. كفو كفو يا عم الشيخ وانا نخفيت عليك ما تخفى على رب العالمين. سولف سولف. مرهون يا عم الشيخ طلب مني أرحل وياه وأنا أدري أدري أنك رفضت طلبه لكن الحين يا عم الشيخ صبحت علي الدنيا وأنا خلقي ضيق ما أقدر أقعد من غير شغل وأنا قاصدك يا أبو دهاء. كلنا قاصدين واحد أحد. يا مرحبا بمسرور. وبيك يا عم الشيخ. الرتم كان حوير. يا هلا ومرحب بيك. وأنا وين أروح يا عمي وين أروح؟ ها أبد ما أنت ابن تسعة وكاد أنك ابن سبعة. حوير خوية وما تنسى بأخذ مكانه. لا تصير مثله أني بعد ما وفيت هرجي. ميعقحك اسكت يا مسرور. يا تقعد مكان حوير وحوير يسرح ويا مسعود
يا تسرح ويا مسعود ويظل حوير مكانه. ها تخير. أنا ومسرور نظل على القهوة. لا القهوة ما تحمل اثنين. وإيش قلت يا مسرور؟ يا عمي الشيخ أنا ومسعود نسرح بالغنم. على بركة الله العاد زين باكر تسرح وياه. يوبا أريدك ترخص لي أروح كم يوم لعند خوالي. إيه ما يخالف يوبا من باكر تيسر. الله وياك. مشكور يوبا أسلم عليك. يرضى عليك كمان الله. إيه خله يروح يتفضى. أنا مهم يبعد عن مزنة ونجود. إيه بالله ومن يعلم يمكن اتحلى بعينه واحده من بنات خواله ونجدد النسب. وضاح على هونك يا اخوي. وش الجديد؟ ترخصتنا ابوي بالسفر لعند خوالي كم من يوم. السفر ليه يا اخوي؟ انت لزوم ان تصمد وتصبر. ما عاد اقدر اتحمل يا وضحه. راسي يريدك طق. وضاح يا بعد عمر ما عاد اقدر اتحمل. تركوني يا ناس. وضاح يا اخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذا انك شاعر يا الاخو. ما من غيري شاعر بهالديار كلها. انا نمال وسبعة نعام. وانا ذويب ولد عليان الساجر. وهذا ولد عمي افتيخان ابن خلفان الساجر. حنها من السواجرة يا الاخو. الراس والعين قلت من السواجرة. اي نعم ومن روس السواجرة. شاعر؟ انت شاعر انت؟ شاعر وربابتك بطولك وما تعرف السواجرة؟ العفو والسماح منك يا الاخو. الديار هذه كلها مشيتها وقلت بها القصيدة اللازم، لكن ما عمري سمعت بقوم ينقال لهم سواجرة. عجايب عجايب. لا تعجب يا ابن عمي، اللي ما يعرفك يجهلك. شلون تريدني اسكت وما اتعجب؟ والله ما أعز من الله أحد. لو منه عابر سبيل ومثلنا غير أسوي شيء ما صار. يا رجل بي أحد ما يعرف السواجرة ولا سمع عنهم؟ يا رجل على هونك تراني ما غلطت معك، ومثل ما قال لك خويك افتيخان الما يعرفك يجهلك. العفو والسماح منكم يا جماعة الخير. لا بالله يا أخو أنت ما غلط. وانت يا ذويب تراك عايل. نسيت إننا من ديرتن بعيدة وصلنا 10 ليالي توصلنا الهان؟ شلون تريده يعرفنا؟ اي بهذه معك حق. سماح يا الاخو. مقبوله منك. وين وجهك يا الاخو؟ اذكر على المعامره وشيخهم متعب، هذول الوحيدين اللي ما وصلتهم. والله على الزين الشيخ متعب ينقصد ورجل طيب وكريم، وما ترد من عنده الا بهديه ثمينه مثلنا. هو انت تعرفه؟ لا بالله اسمع بي يا الاخو. زين انتوا وين متوجهين؟ مثلك على باب الله. ندور على دير تنبيها برعة زين ونقعد بطرفها. هذا اذا طلعوا اهلها اولاد حلال وما منعونا. اولي يا جماعة الخير النصيحة يشترونها مشترة، تاخذونها مني لله بالله. حنا مثل الاولين نشتريها. حط الشمس بظهرك وظل ماشي، واللي جاك الليل امرح واقضب القاع. انزين ولا صبحت الدنيا؟ ساعتها خلى الشمس بوجهك وظل ماشي، لا تروح يمين ولا يسار الحين ما تصلهم. نصل من يا نوما؟ هو اني ما قلت لك تصل الشواهرة يا الاخو. منزال طيب وناس كرام
وبالذات الشيخ حامد أبو وضاح، رجل نعمة رجال، ألينه فوق الوصف فوق. بارك الله بك يا نومان، تحتاج شيء؟ مشكور مشكور يا الأخو، الشيخ حامد ما خله علي عوز، ألينه كفه ووفه. أسلم عليكم. ما سلامت الله. على هونك على هونك يا الأخو. خير يا الأخو. أقول له ما بشاربك بيتين ثلاثة عن السواجرة؟ ما هو وقتها يا ذويب، ما وقتها، خلي الرجل يتيسر. إن شاء الله أضيفكم بالمنزل الجديد، وأقول بكم قصيدة كاملة. أسلم عليكم. مع سلامة الله، مع سلامة الله يا الأخو. مع السلامة. إيش سويت يا ذويب ها؟ وكاد إني أعجبتك، لا غلطت باسم أبوي ولا غلطت باسم أبوك ولا نسيت السواجرة. تمام التمام، لكن أنا أريد الرجل يتيسر بحال سبيله، وأنت ملاحقة تريد قصيد بالسواجرة. إي وش بيهم السواجرة ها؟ وش بيهم؟ ذويب أنت نسيان إن دافنين سوا. ها؟ إي معك حق، ظنيت إنهم أهلي وحمولتي، ينقلب ضده. ولا يهمك، خلك على ظنك، ترى الشيء ذاد عن حده، ينقلب ضده. المبخوت اللي نسيت اسمه، يقول السواجرة. أي سواجرة ذول يا نومان؟ السواجرة عليم الله عمري ما سمعت بيهم، لأبوي سولف لي عنهم ولأمي سولفت زين، وأنا شربحي بيهم اللي نافعني هو الله النافع. أحضر لي قصيدة ماكنة بالشيخ متعب. أدري بيك منت مرتاح، منت مرتاح. ومنين تجي الراحة يا غنام؟ الصبر طيب يا وضاح. مقدر مقدر يا غنام، حس روحي تطلع. ها؟ ناس ضايق خلقها من حر الشمس، وناس اللي هي المية والفي بس ضايق خلقها من حر العشق. ما حدا مرتاح، كلها تعبانة. يا خزام يا هلا يا هلا بعمتي خلفه. يا هلا بابن اخوه. يا هلا، شلونك يا عمه؟ الحمد لله، ولو اللي عتب عليك. خير ان شاء الله، ما انتي سمعانا شيء. كل خير يا ابن اخوي، لكن اللي همرت عمه بنت عم قاعدات بشقهن لحالهن، ما يقول مره تفقدهن بتعليله، ما يقول مره سلم عليهن بعرض الايام خافنهن بحاجه شيء. ما تحق يا عمه، هو من ناحيه بي شويه مشاغل، ومن ناحيه ثانيه ما ظن ان دهم قصر ولا اني غلطان. دهام على سلامته ما يقصر، ومشاغل الدنيا يا ابن اخوي ترى العمر خلص والشغل ما يخلص. ما تحق يا عمه، ليش علي اول مفضه غير امر وتعلل عندك؟ وليه ما يكون الليله؟ خلها تيسير الله. على رايك، وان ما جيت الليله ترى انا نرقبك باكر. ها اسلم عليك. مع سلامه الله. العجوز هذه ما هي ونسة، كلامها كلها ملغم، ويكاد هي ورا سوالف أبوي وأمي وأخوي بعد، غير مرة تعلل عندها وخليها تكف بلاها عني. قدش قلت لك قدش وصيتك، صندوق التمر خليه ببيتك. يبين ما ردتش عجل، لساش ما وصلتي لعند حسنة تردين.
تمي عجينك تمي عجينك وانا سولف لك من اخت مشعل ما جت من ذراعي. وانا ما تم العجين غير لما تسولفين. غزام غزام يا فوزة، ان ما تعلل عندنا الليلة وكاد يتعلل باكر. قلت اش صار؟ كل هالشي ما يهزك؟ انت كومت وحل الا كومت لحم يا حزينة. اقول لك غزام غزام بذاته رايح يتعلل عندنا وتقولين اش صار؟ انت ما يهزك الهزيز؟ ولا اقول لك انا رايحه لعند اختك ذيك اللي تشرح القلب، ما هو انت مخبوله؟ ايه لو تريحين بالك يما وتتركيني بحالي. انت وش تقولين يا وفحه؟ هذا الجرى وهذا اللي صار يا خيا، والحين كل خوفنا انا وامي نوضح اخوي يصير له شيء. اسمعي يا وفحه، قبل المغرب بشوحن زين تلقيني على البير. ايه تعالي انت ووفحه، لزومنا اشوفها قبل ما يروح لعند اخواله. زين يا خيا زين، اسلم عليك. مع سلامه الله. وضحة قبل المغرب. ها ايش؟ اخ يا يمه يا يمه. علامك ها يا رجل، انت ما عندك رحمة، ما لك حصة لرب العالمين. ايش جمالك يا ذويب؟ قبل شوية حالتك يا زينك. اخ يا يمه يا يمه، ما قعده يا اخوي، ما قعده اندبر. هذا كلام يا جماعة الخير؟ صحيح انك واحد ما تستحي. استحي ما استحي، عاد هذا اللي صار. اي معلوم انت راكب على سرج وفوق فرس زينة، ولا المهلوبة هذه ذبحتني ودبرتني. واللي يرضى عليك يا ولد خلفان الساجر، خلنا نرتاح يا رجل. يوم العلم حنا اولاد عم، ولا نسيت؟ لا تكمل لا تكمل، تعال اركب مشاني. وهذه بعد ما تصير حيرتني. لا تخليني اسب الساعه اللي اجبرتني على مرافقتك. ها والله تسالف من كل عقلك. عجل من نص عقلي، دربنا طويل يا ذويب، ولزوم ان نتحمل. يا ولد عمي أنا أدري إن دربنا طويل، لكن ما هو عيب على الرجال إذا قال أنا تعبت. خلنا نقعد شوي ونرتاح لو ساعة من الزمن، واللي يرضى عليك وعسي واجره كلهم. بيك صبر شوي شوي، ما هو كثير لك علي لما تغيب الشمس، غير نقعد ونرتاح ونسوي عشاء. ها وش قلت؟ والحب الصافي والقلب الدافي والقمر الغافي عيون الخير وش يا قولي لا 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 لا
مد الحضان في داء الثعبان وحتى ما صار يسير لا تهمل الخوان لا تهمل الخوان